الأوزبكي. خطأ في مكان خطير بالنسبة للمنتخب الأوزبكي أمام مرمى المنتخب اليمني، وهنا الحذر. ألكسندر في التسديد، هو ألكسندر يسجل الهدف الأول للمنتخب. هنا التسديدة بعيدة كانت عن محمد علي، حاول لكن هذه المرة خلاص خلاص في المرمى جابها اللاعب ألكسندر. هذا اللي عاد في أكثر من زاوية، ألكسندر يسجل الهدف الأول الأوزبكي، وهنا اللي عاد للهدف الوحيد من جانب ألكسندر. هدف رائع من جانب ألكسندر في مرمى الحارس محمد علي، اللي حاول أن يحافظ على مرمى فريقه لأكثر من 60 دقيقة، لكن ألكسندر